تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كلا من الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري وزوجها النجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري أثناء تجولهما في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقضيان شهر العسل. وفوجئ المتابعون لظهور الأنصاري بدون حجاب إذ اعتادوا على أن تظهر به دائماً، خاصة أثناء تواجدها في السعودية، وهو ما دعاهم للتساؤل حول خلعها له تماماً أو أنها فقط تقوم بذلك أثناء سفرها، ما فتح باباً للجدل بين المتابعين حول ما وصفوه بإزدواجية فاطمة الأنصاري. ولم تعلق فاطمة على الفيديو المسرب، فقط تم تصويره من قبل شخص مجهول بدون إذن الثنائي. وتنوعت التعليقات على المنشور، فكتب متابع: عادي، ممكن السعوديات أن تخلع الحجاب بالسفر. وعلق آخر: كيف تسمحون لنفسكم تصورون وتنشرون شيء خاص؟ تفضلي. لأنها وصفتني بعدم التهذيب، وهذا غير لائق. أنا قلت لها على الهواء إن شاء الله يا رب نكون في الأمر. هذا وكان قد فاجأ يعقوب بوشهري زوجته فاطمة الأنصاري بهدية لم تخطر على بالها قبل أيام، حيث شارك متابعيه عبر حسابه على سناب شات مقطع فيديو يجمعه بزوجته لحظة دخولهما شقة فاخرة، وكشف أن الشقة قدمها لها كهدية، وبدا واضحا من صوت فاطمة مدى صدمتها بهذه المفاجأة المبهرة، وأعربت عن سعادتها وحماستها. بتستاهلين يا خالد. الله يخليك يا رب، شكرا. حلوه؟ مره حلوه، مره صدق. قولي والله. والله لا. وفتح بوشهري باب الشقه وهو يقول لزوجته: مو قادر تستاهلينها يا ام خالد، بمعنى انها تستحق هديه افخم من ذلك. وابدت فاطمه الانصاري اعجابها الكبير بها، وحرص زوجها على ان تكون الشقه مناسبه لاختياراتها، كما طلبت منه عدم تصوير محتوياتها وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت كذلك الشكر له على هذه المفاجأة الثمينة، بينما أكد يعقوب بوشهري أنها تستحق مثل هذه المفاجأة وتمنى أن يبارك الله في رزقهما، فكتب تعليقا على الفيديو: اللهم بارك في رزقتنا. وتحدث بوشهري مع زوجته فاطمة الأنصاري أثناء تواجدهما في لندن، وطلب منها أن تعود إلى المملكة العربية السعودية من أجل الاستعداد للعودة معه للكويت، كما أكد لها أنه سوف يستمر في التواجد في لندن من أجل استكمال بعض الأشياء التي تحتاجها الشقة هناك. وبشكل طريف طلبت منه زوجته البقاء معه من أجل التواجد في منزلهما الجديد.